لدغة الموت. تحدث المسيح الى رجل الدين نيقوديموس من مجمع السنهدرين الذي جاء الى يسوع ليلا متخذا مثال رمزي من حادثه عجيبه معروفه من تاريخ اسرائيل من سفر العدد اصحاح 21. تذمر الشعب على الرب وعلى موسى. صاروا في طريق طويل مما سبب إحباط ونفاذ الصبر كان الطريق يصفها في سفر التثنية إصحاح 8 الذي صار بك في القفر العظيم المخوف مكان حيات محرقة وعقارب وعطش حيث ليس ماء الذي أخرج لك ماء من صخرة الصوان لقد تذمروا على الطعام السخيف والماء طبعا المشقة والعناء لأنهم رجعوا في قلوبهم إلى أرض مصر تمردوا على الله بدل أن يشكروه تذمروا عليه بشكوى ونميمة نسوا معجزات الخارقة معهم ورفضوا عناية لهم وأظهروا عدم إيمانهم استخدم الله الحيات السامة الحارقه بلدغتها وما اكثرها في تلك الصحراء ومنها انواع متعدده يختفي بعضها في الرمال وتهاجم بدون انذار كما وصفها اشعياء النبي فانه من اصل الحيه يخرج افعوان وثمرته تكون ثعبانا مسما طيارا كانت الشعوب القديمه سواء المصريون او الاسرائيليون حتى من حضارات ما قبلها تخاف الافاعي. البعض كان يستخدم السحر والتعاويذ للتخلص منها. هذه الحيات المحرقه سببت الموت للكثيرين والذعر في معسكر اسرائيل. عندما صرخوا الى الله وندموا واعترفوا انهم اخطاوا الى الله طلبوا الرحمه وطلبوا من موسى رجل الله ان يصلي من اجلهم حتى تكف الدينون عنهم دبر الرب لهم طريقه عجيبه للانقاذ والخلاص ان يضع رايه عاليه ويضع عليها الحيه النحاسيه فكل من لدغته الحيه ونظر الى حيه النحاس يحيى كانت هذه الحيه رمز بنظره الايمان نال الشفاء من السم الرهيب ظلت هذه الحادثه في تفكيرهم لدرجه انها اصبحت صنم معبود وقدموا العباده لنحشتان مما دفع الملك حزقيه ملك يهوذا ان يسحقها كما هو مكتوب عنه هو ازال المرتفعات وكسر التماثيل وقطع السواري وصحق حيه النحاس التي عملها موسى لان بني اسرائيل كانوا الى تلك الايام يوقدون لها ودعوها نحشتان في ملوك الثاني اصحاح 18 ان الحيه النحاسيه لا توجد فيها قوه فعليه لتهب الشفاء او تمنع الضرر لكن النظر اليها بالايمان لان الله هو مصدر الشفاء ومصدر الحياه ومصدر كل عطيه صالحه لقد كانت الحيه رمزا وعلامه بان يوجهوا افكارهم وقلوبهم لله وحده الى مصدر الشفاء ومصدر البركات من الطعام والماء لتسديد احتياجاتهم استخدم المسيح هذه الحادثه من الرمز الى المرموز قائلا وكما رفع موسى الحي في البريه هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه رفعت الحيه امام المحتضرين الذين سرى فيهم السم القاتل هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان على الصليب من ينظر اليه نظره الايمان واضعا ثقته الكامله فيه سينال الشفاء الكامل من ضربه الخطيه والخلاص من لعنتها ونتائجها وابديتها لقد رفع المسيح على خشبه الصليب وايضا رفع الى المجد اذ صعد الى السماء فقال لهم يسوع متى رفعتم ابن الانسان فحينئذ تفهمون اني انا هو وانا ان ارتفعت عن الارض اجذب الي الجميع قال هذا مشيرا الى ايه ميته كان مزمعا ان يموت مكتوب ايضا واذ ارتفع بيمين الله واخذ موعد الروح القدس من الاب سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه لذلك رفعه الله واعطاه اسما فوق كل اسم لكي تشث باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب لم يكن ممكنا ان يرتفع الى المجد الا عن طريق رفعه على الصليب واستطاع ان يجذب ناس كثيرون اليه ونحن ايضا لا نرتفع الى المجد الا عن طريق صليب المسيح لننال الحياه الابديه عن طريق ايماننا به نؤمن ايمان قلبي عميق يشجعنا الكتاب ان نكون ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع الذي من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله والنظر هنا احبائي فعل ارادي محدد مصحوب بندامه وتوبه صادقه حتى يشفى ويحيا ننظر الى يسوع لنحيا روحيا وابديا لكي لا نهلك كانت الحيه النحاسيه على شبه الحيه التي سببت الموت كذلك قد تجسد المسيح في شبه جسد الخطيه بدون خطيه كي يفدينا من الخطية التي جلبت الموت للعالم. كانت الحية النحاسية خالية من السم من نحاس كذلك المسيح معصوما عن الخطية لأنه جاء من السماء الحية كانت على راية أمام مرأى الجميع كذلك المسيح على صليب الجلجثة لكي ننجو من عقاب الخطية. كانت الواسطه للشفاء هو النظر الروحي للشفاء الروحي لاحظ معي ينبغي ان يرفع نرى هنا حتميه الفداء عمل هذا الفداء طبيعه الفداء قوه الفداء ونتائج هذا الفداء المبارك يتحدث المسيح هنا عن الخلاص بابسط الطرق فقط انظر الى يسوع ناظرين الى رئيس الايمان نظروا اليه واستناروا ووجوههم لم تخجل التفتوا الي واخلصوا يا جميع اقاصي الارض لاني انا الله وليس اخر فقد جعلتك نورا للامم لتكون خلاصي الى اقصى الارض لان الكتاب يقول كل من يؤمن به لا يخزى وان كل من يدعو باسم الرب يخلص لانه ليس باحد غيره الخلاص لان ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص لانك ان اعترفت بفمك بالرب يسوع وامنت بقلبك ان الله اقامه من الاموات خلاص لان القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص هل لدغت بسم الحيه القديمه بالخطيه المميته انظر الى يسوع فتحيا لقد شفي الشعب بنظرة إيمان إلى الحية النحاسية لكن عندما تنظر إلى يسوع بالتوبة والإيمان فتنال الحياة الأبدية حياة ذات الله في الحاضر لأن المسيح هو مصدر الشفاء ومصدر الحياة إنها الحياة الأبدية إلى أبد الآبدين معه في السماء لأنه وعد الحق الحق اقول لكم ان من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياه ابديه ولا ياتي الى دينونه بل قد انتقل من الموت الى الحياه فالمسيح خبز الحياه الطريق والحق والحياه القيامه والحياه وفيه كانت الحياه وكما رفع موسى الحي في البريه هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه انظر إلى يسوع فتحيا ربنا إباركك